السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا سابقا في حلقات الرطوبة أن التعرق يعتبر سلاح فعال للإنسان في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، طبعا كله في سبيل الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية بحدود 37.5 درجة مئوية. وذكرنا كمان أنه كل ما زادت رطوبة الهواء كل ما قلت قدرته على استيعاب كمية جديدة من البخار. لما جسم الإنسان يستشعر الارتفاع في درجة الحرارة بيستخدم عدة آليات لتبريد نفسه. أحد وأهم هالآليات أو الطرق هي التعرق. بضخ العرق، جسم الإنسان بضخ العرق عبر مسام الجلد، وهالذرات البسيطة من العرق بتمتص الحرارة من الجسم وبتتبخر حتى تبرد جسم الإنسان. في حال كان الهواء مشبع بالرطوبة فهو ما راح يكون عنده قابلية انه ياخد هالبخار، هذا راح تبطئ الآلية بشكل كبير. كل ما زادت الرطوبة كل ما بطئت آلية التبخير، حتى ممكن توصل مرحلة ان تفشل تماما، ما يتبخر عرق نهائيا، بيستمر الانسان بيضخ العرق لكن على الفاضي بدون جدوى لان البخار ما بتبخر، وبالتالي درجة حرارته الداخلية راح ترتفع وبيدخل بالمراحل الخطرة. الهيت اندكس او المؤشر الحراري هو مؤشر كتير بسيط ممكن اي انسان يستخدمه بمعرفة قيمتين، درجة حرارة والرطوبة. مثل ما حكينا لما آلية التعرق تفشل او تبخير التعرق العرق تفشل، انت رح تشعر بارتفاع او بحرارة زايدة، رغم انه درجة حرارة الهواء ما تغيرت لكن حرارتك انت وشعورك الداخلي بالحرارة زاد. هذا هو المؤشر الحراري. بناخد قيمة درجة حرارة الهواء والرطوبة الحالية منقاطعه مع بعض، بتطلع قيمة المؤشر الحراري هي الشعور الحقيقي بدرجة الحرارة، مثل ما راح نشوف الجدول التالي. طبعا هذا الجدول المؤشر الحراري كتير بسيط، فوق بنشوف عنا 22 27 28 الى اخره، هي درجة حرارة بالدرجة المئوية، درجة الحرارة في الظل، دائما في الظل، وحتى في نشرات الاخبار وعلى الموبايل دائما بيعطيك درجة حرارة في الظل. على المحور الثاني 40 45 50% على اقصى اليسار، هي الرطوبه النسبيه. في ملاحظه مهمه، بنلاحظ انه ال 22 على سبيل المثال مهما زادت الرطوبه بتلاحظ انه الفرق كتير بسيط، بالعكس يعني حتى في البدايات 22 درجه مئويه و 40% بتلاحظ انه في الحراره انخفضت شوي، وهذا شيء طبيعي. اصلا المؤشر الحراري، جدول المؤشر الحراري هو خاص بالحرارة العالية، فهو اساسا موجود من 27، اعتبار 27 بنلاحظ انه لا فعلا في حصل تغيرات، لكن عند الواحد 22 غير موجودة. 22 انا اضفته حتى يعني الفضول اللي راح يتسائله طب ليه تحت ال 27 ما في، لاني اعتبارا من تحت هالحرارات المنخفضه شوي ما راح يكون في تاثير للرطوبه يعني، وممكن حتى يكون له تاثير بالعكس يعني تبريدي اكثر. فبالهيت اندكس الوش الحراري بنهتم بالحرارات اعتبارا من 27 واحنا طالعين. بناخذ مثال، لو كان درجه حراره الجو الهواء 34 والرطوبه 45 فرح تشعر فيها كأنه 38 درجة مئوية، 4 درجات فرق. لو كانت درجة حرارة 34 ورطوبة 65 تشعر فيها كأنه 46، من 34 ل 46 ارتفاع كبير يعني وشعور كبير بدرجة الحرارة. ارتفعت الرطوبة حتى 80% مثلا تشعر فيها كأنه 54، 20 درجة مئوية زيادة، فارق رهيب. لذلك كتير مهم نستخدم هالجدول هذا. المناطق الملونة تعبر عن الخطر ممكن نتعرض له عن كل مؤشر حراري. درجات الحرارة هون من 27 ل 32 من المنطقة الخضراء، قيمة مؤشر حراري ليست قيمة درجة الحرارة اللي هي درجة حرارة الهواء اللي فوق، لا القيمة اللي داخل الجدول في المنطقة الخضراء، احتمال تعرض للتعب خاصة إذا استمرينا فترة طويلة في هالأجواء، وبالأخص لما نقوم بمجهود عضلي. تزداد طبعا الخطر او الاعراض في المنطقة الصفراء والبرتقالية حتى نوصل المنطقة الحمراء اللي فيها احتمال ضربة حرارية شبه مؤكد. الضربة الحرارية او ضربة الشمس كما يسميها البعض، رغم انه مصطلح ضربة الشمس غير دقيق تماما، لان الضربة الحرارية تتعلق بدرجة الحرارة داخل جسم الانسان. اذا زادت او ارتفعت درجة الحرارة الداخلية للمستويات الخطرة او مستويات الضربة الحرارية فممكن
ساعات تحصل ضربة حرارية، كونك تكون تحت الشمس أو في الظل، ففي الحالتين ممكن هالشي يحصل. لأن الضربة الحرارية بتحدث لما يفشل جسم الإنسان أو كل الآليات تفشل في تبريد الجسم، وبالتالي درجة حرارة ممكن توصل ل 41 خلال 10 دقائق أو ربع ساعة بشكل متسارع، يعني خلص كل الآليات فشلت، هون ندخل بالضربة الحرارية. برافق الضربة الحرارية أعراض كتير مثل التشويش وعدم التركيز، تلعثم في الكلام، فقدان الوعي، تشنجات عضلية، والشعور بالغثيان. والشعور بالغثيان على فكرة شيء طبيعي، لأن الجسم الإنسان مصدر حرارته هو حرق الطعام وإنتاج الطاقة يعني إنتاج الحرارة لجسم الإنسان. فإنسان أساسا شعر أنه درجة حرارة زيادة، فأول شيء لازم يعمله لازم يوقف الآلية اللي بتولد الحرارة، وهي إيقاف عملية هضم الطعام. طبعا اصبح عندك الطعام غير مهضوم، يعني لو تقدر حتى كمان تطلع الطعام اللي بداخلك، ما يعني راح تعمل هالشيء. لذلك هذا شيء طبيعي انك تشعر بالغثيان في الاجواء الحاره. هذا كان كل شيء بالنسبه لحلقه اليوم. الحلقه القادمه ان شاء الله راح نحكي عن مؤشر الرياح في الشتاء. في الشتاء ايام نشعر ببروده طبعا ايا كان مستواها، لكن في الايام اللي بصاحبها درجه حراره منخفضه وهبوب رياح نشعر بدرجه حراره، بنشعر بدرجه حراره اوطى بكثير. وهذا هو مؤشر الرياح اللي رح نحكي عنه بالحلقه القادمه باذن الله. وبشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.